أوضح مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمديرية الشحر المهندس هاني بعكيم إن تفاقم أزمة المياه بالمديرية يعود إلى ضعف ضخ المياه في الحقول والآبار وتضاعف طلب المواطنين من المياه. وقال هاني بعكيم خلال مقابلة معه عبر برنامج تحت الضوء الذي تقدمه قناة عاد إن كمية المياه التي يتم ضخها حاليا لا تكفي مقارنة مع حجم الطلب الذي يزيد خلال فصل الصيف. وأشار بعكيم أن مؤسسة المياه بالشحر تواجه سنويا تحديات كبيرة وجمة في فصل الصيف بسبب عدم تنفيذ مشاريع جديدة لتحسين وزيادة مصادر المياه والافتقار لخزانات إضافية للمياه، مضيفا أن أحد الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه من الحقول والآبار في منطقة المواجهة قديم ويحتاج إلى تغيير. ولفت بعكيم أن تزايد انقطاعات الكهرباء يؤثر بشكل كبير على عملية ضخ المياه في الشبكة الداخلية، خصوصا في الأحياء المرتفعة كالمنصورة والرصاصة والشقق. طبعا بالنسبة للفصل الصيف، طبعا يعتبر الفصل الذي يمثل التحدي الكبير للمؤسسة، وذلك بسبب كثرة استهلاك أو تضاعف استهلاك كميات المياه بالنسبة للمشتركين، وبالتالي يتطلب مننا تغيير للخطوط الناقلة القديمة بالنسبة للخط الاسبستوس الواصل من الدكداك إلى الشحر، بالإضافة إلى يحتاج أيضا دعم في مشروع الخزانات. طبعا خزانات المياه فعلا نحن العام الماضي أيضا أنشأنا قمنا بصيانة خزانين، ولكن نحتاج إلى خزانات توفر إلينا كافية. طبعا هذه الخزانات أنشأت من السبعينات وكانت تغطي الأحياء القديمة للشحر، والناظر الآن في وضع المديرية وفي التوسع العمراني والنقلة النوعية في البناء، واحتاج هذا تواكبه تغطية في هذه الخدمة.